حياكم الله جميع إخواني وأخواتي مع تكملة لبرنامج دقيقة قدرات، تكملة لتجميعات المحوسب 85 نموذج الملف الثالث. بيقول هنا إذا كان 9 أس كاف ناقص 8 أس كاف تساوي 1، قارن بين القيمة الأولى قيمة الكاف وهنا 1. تعال نكتب المعادلة الآن ونجيب منها قيمة الكاف. هنا بيقول 9 أس كاف ناقص 8 أس كاف، كل ده يساوي 1، فلابد أضع الآن قيمة الكاف بتساوي 1، لأن 9 أس 1 هيعطينا 9 و 8 أس 1 هيعطينا 8، 9 ناقص 8 هيعطينا 1، كده الكلام صحيح، يعني قيمة الكاف هتساوي 1 والقيمة الثانية 1، القيمتان متساويتان، وأختار ج. نقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال. بقول في الشكل المجاور إذا كانت المربعات متطابقة، قارن بين القيمة الأولى نسبة الجزء المظلل إلى الكل والقيمة الثانية 96%. تعال نعد مع بعض كده، هذه المربعات هنا 1 2 3 4 5، وهنا 1 2 3 4 5. لو ضربت 5 في 5 هيعطينا 25 مربع، يبقى عدد المربعات كاملة هنا 25، وعدد المربعات المظللة 24، لأن في مربع هنا الوحيد اللي هو غير مظلل. كيف أحول هذه لنسبة مئوية؟ النسبة المئوية لابد يكون المقام 100، أجي في البسط وأضرب فيه 4 وأجي في المقام وأضرب في 4، لأن الأربعة في 25 هيعطينا 100، أضرب 24 في 4 هيعطينا 96، 96 على 100 هي نفسها 96%. القيمة الأولى 96% والقيمة الثانية 96%، القيمتان متساويتان، وأختار ج. Thank you.